وبركة الله لنبدأ. أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الشرفي يحييكم أينما كنتم. على خلفية التداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل قاصر تحت عنوان قاصر يحاور مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعد ربط الاتصال بالأستاذ حسن جعلوطي أمين عام لمنظمة حقوق الإنسان والتعايش الإنساني. اتضح لنا عكس ما تم ترويجه للرأي العام. سيد حسن أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. الأستاذ حسن جعلوطي رأيت واحد الصورة ديال الأخ. نعم الآخر. الأستاذ إسماعيل المودن. الأستاذ إسماعيل المودن إعلامي بجريدة رأي المواطن بريس حسب إجازة القانون الخاص خريج المعهد. الأخ ديالك قد لي كان في الصورة. نعم. غير هو الأخ ديالك. الأخ ديالي فعلا. احنا غنطرقوا لهذا الموضوع هذا. نعم. وغنعطوك مساحة فين غتكلم. نعم مرحبا. احنا غادي باش تنويرا للرأي العام. نعم. غادي نعطوك مساحة. هو الأخ ديالك. فعلا الأخ ديالي. كان معك. كان معايا كيرافقني في ديك التغطية اللي قمنا بها أثناء تشييع جنازة المرحوم المغفور له. تشرفي. كل ما تم ترويجه عبارة عن أكاذيب وبطلان. هذاك خويا الصغير ديشو معايا واستعنت به واحد زميلة في الصحافة. قالت لي استعنت به باش تشد ليا ميكرو. قلت لك أستاذ شرفي من العيب والعار ترويج المغالطات وتضليل الرأي العام لهذا الطفل القاصر هذا. منين مشى واحد الصحفية قالت له الله يخليك شد ليا الميكرو وشدو. واش هاد الولد هاد الشاب القاصر واش عطا شي كلمة واش تكلم واش عطا شي سؤال؟ عطا والو غير شاد بحال هذا بحال بيكي ما هو ودر ما تكلم ما والو ما دونك ماشي صحفي ماشي ممكن اي شخص يقوم بهذا اي شخص يقوم بهذا الناس علاش يديروا زعما هذا البوز هذا زعما باش يبان حشومه. هو ما كانش كيحاول هو استعنف به وخسرت انا الاخ ديالي جبته باش يشوف حتى هو عزيز عليه ديك الشخصيه اللي توفات الله يرحمه كيشوف كيشوف التلفازه وانت هو باغي قريب للدرب عليه تمام انت السلطان. اتضح في التقرير الصادر على اللجنة أن كل ما روج له عبر المواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن مغالطات وتضليل الرأي العام. ومن هنا السي الشرفي كنقول لك اللي داروا هاد الناس مخالف تماما للقيام الإنسانية والمواثيق الدولية وخاصة حينما يتعلق الأمر بالتشهير بقاصر. السي الشرفي وهادشي كيف يعقل هاد الناس يديروا على هاد البوز هاد الشاب هذا. ولذلك نحن كمنظمة حقوقية ندين ونستنكر هذا الفعل المراد منه غاية في نفس يعقوب أو قصد البوز. إسماعيل إيت المدن ماذا تقول للأشخاص الذين عمدوا على تصوير الأخ ديالك القاصر ونشروا تصويرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنت تقول على أنها معلومات غير صحيحة، يعني شنو كتقول لهم؟ كنبغي نقول للاخوان الزملاء الصحفيين اللي تقطوا الصوره من زاويه اخرى سامحهم الله اولا، وكنبغي نقول لهم ان الله عز وجل في محكم تنزيله يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال ايضا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. هاد الناس الله يهديهم وخصهم إذا كانوا صحفيين كصحفيين خصهم يحترموا أنفسهم ويحترموا الرأي العام ويحترموا الصحافة لأن الصحافة السلطة الرابعة فهمتيني والناس كلهم كتشاهد دابا الصحافة ومتبعة وكتثق فيهم وكتثق فيهم. حنايا كمنظمة حقوقية سمعنا توصلنا جماعة المكتب التنفيذي وداروا التحريات ديالهم واتوا لي بهذا المكتب التنفيذي خاصة بهذا البحث هذا اللي نضع عليه ذاك الباز اللي داروا هذوك بعض الصحافة بعض الصور محمد الله ذوك الصور اللي داروا على الطفل القاصر. اما هو طفل كان عنده الحب ديالو في ذاك السيد حيت هما كانوا ولد الجيران ديالهم كان عنده واحد الحب ومشى وما منين وقف واحد الصحفية عيطت لي قالت لي الله يخليك يا ابني شد معايا الميكرو ما منها باس ماشي صحافي واش عطا شي سؤال؟ لا ما عطا لا سؤال لا والو. هذاك الولد بريء وعلاش ان شاء الله ما يتعلمش يكون صحافي؟ اشنو فيها؟
علاش الطفل هذا خصها بتضليل؟ الطفل هذا غادي معنا حبا لهذه الشخصيه اللي توفى كيشوفها في التلفازه وغادي تاوي يحضر لهذه الجنازه هذه. فاذا به ما فيها باس، فاذا به جيت انا نصور واحد الزميله صحفيه جات عطات لي ميكرو خدا ميكرو ما رديتش لي انا بهو زيد ملي كنا كنصوروا الاخوان الزملاء الصحفيين اللي كانوا كيصوروا التصريحات ديال المدير الشرطه القضائيه فما شدوش الطفل ما شافش كيفاش كيفاش بحال التبني بحال استعنوا به كمساعده لان اي صحفي كيستعن بالاخ ديالو ولا الصديق ديالو كمساعده ديالو اما هذا ما كان بحال التريبي موقف عليه يتشدوا يدي ديالو الصحفي ما خصوش تماما يعني خارج التصنيف خارج التصنيف ما صحافي ما صحافي ما تقني ما كاميرا هاد الناس هادو تتقاطر عند استاذ رعامه واستاذ شرفي كيف عقل كنت انا صحافي مش نعم. صحافي مسكين نعم محب لذاك السيد المرحوم الله يواليه برحمته واحد باجا هو غيمشي واش هو ما كيعرفش حتى المحاور ما يعرفش هو ما كيعرفوش كاع ما عرفش الشخصيه هذيك كي على قلت انا هذيك الصحفيه طلبت منه كان هو اللور قال لي ما يخليك وانت شد ليا هذا الميكرو مسكين دار عليه كنا كنصوروا هذا هو اللي كان السيد هذا هو اللي حنا عليه ولقينا هذا هو دخلاته صافي دخلاته لان كاينين ديك الشكجو الناس بزاف الصحافه الزملاء الصحفيين وما قدروش يدخلوا هو صغير دخل وعطاهم ملاحظه الناس اللي كنحاوروا سيد المدير الشرطه القضائيه راه ما شدوش الدراري راه عطاو ثلاثه الميكروات ثلاثه جوج مواقع وخذين وحدين خذوا ثلاثه فبالتالي الناس اللي كيحاوروا مع السيد المدير ما شدوش الطفل شدوا لي الدين ديالو ولكن اللي كنستنكروا ليه واللي كنتاسفوا ليه الصحافه الزملاء الصحفيين الاخرين هما اللي شدوا لقطوا الصوره من زاويه اخرى فهذا كنستنكروا ليه وعارفين راه انه غير ضيع الساعه غير يعاونكم ما كنبغيش يشد الميكرو الا بغاو الحقيقه يجيو تصنت واش الطفل كان كيطرح الاسئله واش كيلقي الاسئله على السيد المدير نقول لك باختصار استاذ الشرفي نعم. الاخ ديالنا اللي تفضلت معنا اليوم كان في المكتب بصراحه شاهدنا اللي غادي يمشي لذاك المقبره خصو يتخشى اولا لله سبحانه وتعالى ويدعي المغفره للمرحوم ماشي يمشي باش نشوف اي فاين صوروا حشومه هذا عار وعيب وجاب احنا في حياتنا استعنوا به قالوا لي شدات الميكرو يديروا عليه البوش علاش الاخرين الصحفيين اللي متمرنين ما شدوش الطفل القاصر شدوا غير اليد ديالو هادشي اللي كاين بزاف ديال الفيديوهات كاينين وهاد الناس هذا اللي شد راه شد واحد هو اللي شدو ودار به ديك البوز تمام هادشي اللي كاين وصافي سامح الله هادشي اللي كاين أعزائي المشاهدين كانت هذه الحقيقة ديال الصورة التي شغلت الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وراجت بشكل كبير في الشبكة العنكبوتية طفل صغير قاصر يحاور مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الآن اتضح بعد التحقيق الذي قامت به المنظمة حقوق الإنسان والتعايش الإنساني للأستاذ الحسن جعلوطي وكذا أخ الطفل القاصر أستاذ المدن إسماعيل إعلامي بجريدة رأي المواطن كل ما راجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقولون عنه مجرد تضليل للرأي العام أعزائي المشاهدين كان معكم أحمد الشرفي أحييكم أينما كنتم